بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة كنت عايزة أعرفكم عن الشخصية السيكوباتية، لأن دي الشخصية دي مستفزة جدا وموجودة في المجتمع بنسبة كبيرة. كنت عايزة بس أقول إزاي الواحد يتعامل مع الشخصية السيكوباتية. بس قبل ما أقول لكم عن إزاي الواحد يتعامل مع الشخصية دي، كنت عايزة بس أعرفكم إيه هي الشخصية السيكوباتية بسرعة، وبعد كده أقول لكم إزاي الواحد يتعامل معاها. هو شخص حكيم بينجذب إليه الناس، بيتميز بعدوان شديد وذكاء غير عادي، عنده كاريزما عالية جدا، بيمتاز بالجاذبية، له قابلية على التلاعب بالآخرين، وهو ده سبب وصولهم للمناصب. مسخر للشر، دخله عدوانية شديدة، بيتحدث بلباقة، بيضر كل اللي حواليه، لا يوجد لديه أي شعور بالذنب. دي بتعتبر من أخطر الشخصيات، عايش ليستغل الناس، معاه شوية كده نرجسية، يعني متكبر شوية، بيستمتع بأذية الآخرين، بينصب ويساوم على الآخرين، استغلالي بامتياز، نصاب يعني بامتياز، لا يشعر بالذنب ولا بتأنيب الضمير، بيقلل دايما من شأن الآخرين، سريع الانفعال، بيعمل مشاكل في الشغل، ملوش صاحب، لا يشعر بتأنيب الضمير، يعمل مشاكل ممكن في الشغل، وممكن لو هو مدير ممكن يعني يتلكك لأي حد من العمال ويخصم لهم أو يرفدهم، دايما يمشي مقشر عنيف، عنده دهاء ومكر مش طبيعي، بيستكثر عليك النجاح، بيحقد عليك يعني، بيخلق لك مشاكل، بيقوم بخداع الآخرين لمصلحته، بيبقى يعني عنده قناع مزيف، بيقلل كمان، بيتقن في التمثيل، يعني يمثل عليك بطريقة غريبة، بيتلذذوا في أذية الآخرين، هم فاشلون بامتياز في عملهم عادة، دايما يفشلوا عادة هم بيفشلوا في أعمالهم، لا يهتم بمسؤولية الأبناء الحاضر أو المستقبل. شخصية مرتابة، بيشك في كل شيء، تلاقيه يكذب كتير، يكره الناس، لا يتمنى الخير لأحد، بيدمر زوجته نفسيا وجسمانيا، عامل زي الحرباء أو الذئب مجامل، أنت أفضل، يقولك أنت أفضل إنسان، ثم يقوم بتدميرك، يعني بيخلق لك مشاكل ما تعرفش منين. وده يمكن إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن شر الناس يوم القيامة من يتقيه الناس. العلماء وجدوا أن هذه الشخصية بتكون يعني ليها أسبابها طبعا، إزاي هو بقى عنيف بالشكل ده، دي ناتجة عن تربية قاسية غالبا بتظهر بسبب عدم وجود الأبوين، أو بيتعرض الطفل للكثير من القهر والظلم والاعتداءات المتكررة عليه، فغالبا بيكون عامل وراثي أو ليه قسوة في الأهل زي ما قلنا بسبب الأبوين. طبعا في فرق بين الاضطراب في الشخصية نفسها والعامل الوراثي. يعني اضطراب في الشخصية يعني ممكن يكون مثلا مكتئب شوية، فالأب مثلا لو مكتئب ما يجيش ابنه مكتئب، دي بتبقى حاجات عارضة في الاضطرابات في الشخصية، لكن العامل الوراثي بقى هو ده اللي بيبقى مشكلة. فغالبا بيبقى المرض ده بيبقى منطلق من الوالدين، بيجعلون أولادهم أمام عنف من الطفولة، فيصبح بقى عندهم حب السيطرة والعدوانية، وغالبا ما ترى إن عشان ترضي مثلا أولادها تفتح لهم مثلا أفلام فيها عنف أو حاجة، تبص تلاقي الحاجات دي بتأثر سلبيا على الطفل. يعني ممكن يعني الأم مثلا عايزة ترضي ابنها أو عايزة تعمل له أي حاجة عشان يسكت من كتر ما هو شايف، فتروح مثلا حاطه له افلام كرتون او اي حاجه. فانا بقول يعني خلي بالكم من الحاجات دي كمان، لان دي ممكن تولد العنف بدون ما انت تشعري. يعني ما تحطيش افلام تكوني لازم تكوني انت شايفاها قبل كده وعارفه فيها ايه السلبيات بتاعتها. فدي كانت برضو من الحاجات اللي الواحد بيحذر بيها علميا. طيب احنا دلوقتي عايزين نعرف ازاي نحمي نفسنا من التعامل مع السيكوباتي، او ازاي نتعامل مع السيكوباتي، لان دي انت عارفين طبعا معاملته بتبقى صعبة جدا. لما بتتعامل مع اي سيكوباتي بتنخدع فيه، بيعاملك الاول بذوق، وفي يعني لف ودوران في الكلام تنخدع بيه. فوجدوا ان ابحاث يعني علمية
وجدوا ان العلماء قالوا ان افضل طريقة ان الواحد يتعامل مع هذه الشخصية هي طريقة الرسائل. تخيل يعني طريقة الرسائل ما ينفعش معاها كلام وجها لوجه، لان ممكن يقلب الحوار ليه، ممكن يغريك ويطلعك انت اللي كذاب، ويطلعك ويقلب الحوار ليك ويخدعك. لكن لما تيجي تبعت له رسالة هو بقى بيقراها كويس جدا، وعلى هذا الأساس بيروح رادد، حتى ما بيلفش ولا بيدور، بيتهمك على طول. ففعلا الشخصية دي بتنكشف في أثناء الرسالة، فبتعرف فعلا الإنسان ده كويس ولا لأ عن طريق الرسائل. طبعا ديت يعني ده آخر ما توصلوا ليه العلماء، إن هو أفضل حاجة للحوار مع السيكوباتي إنك تبعت له رسالة. وانا عايزه اقول لكم كمان ان الواحد ما يتحدثش عن خصوصياته مع اي حد من اللي حواليه. ياما ناس انخدعوا في المظهر الخارجي وبداوا يفضفضوا ويتكلموا على نقاط ضعفهم، وتلاقي السايكوبات ياخدها ضدهم ويستغلها بعد كده ويأذي الناس بيها. معظم الناس تلاقيهم سطحيين، ما بيقدروش يشوفوا وراء الكلام وراء التصرفات، ما بيعرفوش يلاقوا النقط الصغيرة اللي بتبين ان المصيبة اكتر وراها بعد كده. دايما السايكوبات بيلعب على اعصابك، يستفزك وانت طول ما انت ثابت ما عندكش مشكلة. يعني هتبص تلاقي انك اول ما بيستفزك انت بقى بتستفز، فتبص تلاقي تغلط، فهو عايز يوصلك اللي انت تغلط، يوصلك اللي انت غلطان، ويطلعك انت في الاخر انت اللي غلطان. اهم حاجة لما يستفزك انت لازم تكون فاهم ان دي بتعتبر لعبة علشان يخليك خارج التوازن بتاعك وما تقدرش ترد. وده ضعف طبعا بيبقى في الثقة لما بتفعل، يعني بتنفعل مع ناس زي ديت، وتبقى غالبا ناس تعبانة لا تستحق انك تعمل لها حساب. يعني انت اهم حاجة هو الا مبالاة، لما تلاقي ناس زي ديت انت ما تتحورش معاها تماما. وزي ما قلنا افضل حاجة ان الواحد يلجأ للرسائل، وهي دي يعني اكتر حاجة. طيب الحاجات طبعا، في حاجات طبعا يعني لو دي مثلا داخل المنزل بقى، يعني مثلا الأب الأسرة هو اللي بيعمل الحاجات دي طبعا، وطبعا ظالم أبناء وظالم زوجته معاه، فطبعا بيحاولوا يتجنبوه على قد ما يقدروا. ويعني لو يلجأوا إلى الطبيب طبعا هو مش هيرضى إن يروح لطبيب، لأن الشخصية دي بتبقى بتلاقي نفسها إن هي أفضل حاجة بقى، وأنا ما ينفعش أروح لطبيب، أنا طبيب نفسي وانا ممكن اعالج نفسي بنفسي. فبيبقوا من الصعب كمان اللي هم بيلجأوا للطبيب ده. ندعو الله سبحانه وتعالى ان هو يهديه الى طريق الصحيح وعن طريق التوعية، يمكن الله يفتح عليه ويخليه يبقى شخصية رائعة. ممكن الشخصية دي تتحول تبقى شخصية رائعة، مين عارف، ربنا بيهدي من يشاء. طبعا احنا دوت يعني المفروض يعني ندعي له، لأن ده بيعتبر في الأول وفي الآخر شخصية مريضة. نسأل الله العفو والعافية، وشكرا ليكم. وأنا كنت بس عايزة أوضح الواعد إزاي يتعامل مع هذه الشخصية في المجتمع، لأن دي ممكن تقابلك في العمل، ممكن تقابلك في أي حاجة. فالشخصيات دي يعني حاول، يعني أول حاجة إن الواحد ما يستفزهوش أي حاجة، لازم يكون عنده ثبات انفعالي، لازم يكون واثق في نفسه، مش أي حاجة تهزه فتدوس تلاقي اللي قدامك يحاول يغلطك بأي طريقة. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم نجلاء زين، شكرا لكم. الشغل